مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القاهرة، أهلا وسهلا. كالعادة مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام بعدها الحوارات. بداية الأخبار اليوم، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتي يتم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل لخدمة القطاع المدني والمواطنين. نتابع. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عددا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تفقد أيضا أحدث المركبات المدرعة التي تم تصنيعها وتجهيزها بالقوات المسلحة، وذلك وفق أحدث النظم العالمية في إطار دعم القوات في أعمال مجابهة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم الارتكازات الأمنية لقوات الشرطة المدنية. واطلع السيد الرئيس أيضا على عرض من السيد اللواء كمال رضوان مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة بشأن التطوير الجاري لمنظومة العمل بأحدث الأساليب العلمية لتصميم وإنتاج المركبات المدرعة بالقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ هاني عمارة الكاتب الصحفي المتخصص في ملف النقل بالأهرام. أستاذ هاني تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين. أشكرك أستاذ هاني. يعني أهمية النماذج الجديدة للمركبات ومساهمة القوات المسلحة في يعني هذه المركبات حتى تخرج إلى النور بشكل يرقى لخدمة المواطنين. قطعا هذه خطوة مهمة جدا. يعني هنلاحظ أن احنا بعد انتهاء الدولة من او قطعت شوط كبير جدا في البنية الاساسية، في النهوض بالشبكة الطرق بالكهرباء بحركة العمران الكبيرة، الدولة الان بتتجه الى انا بعتبرها بقى يعني الثورة الثانية في مشوار التنمية والعمران والاقتصاد وهي التصنيع. هنلاحظ ان في اهتمام كبير بمساله التصنيع، وانا يمكن اتكلم على الجزء اللي انا متخصص فيه وهو موضوع النقل. في الحقيقه اراده سياسيه كبيره جدا وفي يعني اصرار على توطين صناعه النقل في مصر. يمكن الرئيس في مؤتمر النقل الذكي منذ ايام كان يعني تفقد العديد من أجنحة الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والشركات المشتركة، وكان بيشجع هذه الشركات الوطنية على أن يتم توطين هذه الصناعة وزيادة المكون المحلي في هذه الصناعة. هو ده الطريق. يمكن برضو منذ أيام تم التوقيع على إقامة أول مصنع في مصر لإنتاج عربات المينوريل والقطارات والمترو والأمتاع، وهذا المصنع هيتم إنشاؤه في شرق بورسعيد بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وشركات عالمية. هي في توجه كبير جدا لتوطين هذه الصناعة. توطين هذه الصناعة ده أولا بيفتح مجال لفرص العمل، بيوسع قاعدة الاستثمار المحلي، بيوطن الخبرات، بتنتقل بقى انت اذا كنت يعني بتوفر احتياجات السوق المحلية في من هذه المنتجات، وهي منتجات مهمة جدا سواء اتوبيسات او شاحنات او قطارات، فده جزء مهم جدا بيوفر لك العملة الصعبة، لان احنا مصر بتستورد تقريبا 80% او 90% من احتياجاتها
من هذه المنتجات. يمكن أبرز مثال على هذا أن مصر استوردت 1300 عربة قطار من الصين بما يزيد عن المليار دولار. إذن قامت هذه الصناعات أو قامت قاعدة صناعية كبيرة من صناعات معدات النقل وأدوات النقل والعربات والشاحنات والقطارات هيساهم بشكل كبير في تنمية اقتصادية وأيضا تخفيف الضغط عن العملة الصعبة. الحاجة الثانية الحقيقة وده شيء مهم جدا، مصر لها أو تتمتع بمزايا نسبية. إيه هي هذه المزايا النسبية؟ إن أنت عندما تنتهي أو عندما تلبي احتياجات السوق المحلية بتتجه بعد ذلك إلى التصدير إلى دول المنطقة. مصر اللي عندها علاقات كبيرة على المستوى الأفريقي، على المستوى العربي، على مستوى دول الشرق الأوسط، وبالتالي قدامها فرصة ذهبية إنها تكون مركز إقليمي لهذه الصناعات، إن أنت توفر للسوق المحلي والقائد عندك يتم تصديره. فالحقيقة خطوة مهمة جدا. هناك يعني اهتمام لا تخطو عين من جانب القيادة السياسية على الاهتمام بهذه الصناعة، على دعمها، لدرجة انه في احد اللقاءات مع احد المستثمرين قال له اعمل لي انت وكبير واحنا هنحطهم منك. معنى ذلك دي رسالة، رسالة للرأي العام، رسالة للمصنعين، رسالة للمستثمرين المحليين، اشتغل والدولة في ظهرك، الدولة هتشجعك علشان تعمق التصنيع المحلي. المرة دي هو بيبدأ ب 40%، بعد سنة يبدو 50، بعد سنة 60. كلام صحيح. كل الدول الناهضة أو الدول الناهضة تنمويا أو في طريقها إلى الصعود الاقتصادي بتبدأ بهذه الطريقة. فالمهم تكون عندنا قيادة سياسية لا عندها إرادة في توطين هذه الصناعة، وده اللي احنا الحقيقة شايفينه ولمسينه خلال هذه الفترة. أنا بشكرك جدا الأستاذ هاني عمارة، مسؤول ملف النقل بالأهرام، شكرا جزيلا. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، دعا كافة القادة اللبنانيين إلى إعلاء مصلحة لبنان الوطنية وتسوية الخلافات وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية وقوف المجتمع الدولي بالكامل إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ظل هذه الظروف الصعبة. بنروح مع حضراتكم إلى أخبار مجلس الوزراء. وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس على مدى فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الحالي. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح للقرى الأكثر احتياجا. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تفويض وزيري المالية والصحة بالتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا. كما أشار رئيس الوزراء إلى قيام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العين على أعلى مستوى. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كمان اهتمام الدولة بإبراز روعة التراث المصري الأصيل الممتد عبر العديد من الحضارات المتعاقبة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة مخططات ترميم وتطوير القاهرة الإسلامية. وكلف رئيس الوزراء بسرعة البدء في ترميم وتطوير مسجد الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به بالقاهرة التراثية على غرار ما تم في مشروع روضة السيدة زينب. كما أشار مدبولي إلى أنه سيتم البدء قريبا في تطوير عدد من الميادين على غرار ما حدث في ميدان التحرير بعد انتهاء مخططات التطوير وتحديد التكلفة المالية المطلوبة.
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أيضا اجتماعا لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة بحضور رئيس الوزراء، وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ البنية الأساسية والخدمات المختلفة بالقاهرة المستهدفة بالمبادرة، وكذا إقامة مجمع صناعي حلفي في عدد من القرى أو التجمعات القروية مع ضرورة تنفيذ مشروع تبطين الترع في القرى المستهدفة بالمبادرة. وكلف الدكتور مدبولي الوزارات والجهات المعنية بضرورة بدء الاستعدادات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي، مشددا على ضرورة مشاركة مؤسسة حياة كريمة بما تضم من مجموعات الشباب الذين لديهم تواجد ملموس على أرض الواقع من أجل التعاون مع الحكومة في تنفيذ المستهدفات في هذه المشروعات المهمة التي يتبناها رئيس الجمهورية. وكشف رئيس الوزراء عن جاهزية التمويل اللازم للمشروعات التي سيتم تمويلها لتطوير قرى الريف والتي ستسهم في توفير العديد من فرص العمل لأهالي هذه القرى. طيب، لنشاط مجلس الوزراء بشكل عام بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء بيروز اليوسف. أستاذ حسن تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اليوم الحقيقة كان اجتماع مجلس الوزراء وكانت هناك أيضا العديد من الاجتماعات في مجلس الوزراء، يعني أبرز ما ترصده أنت حول نشاط مجلس الوزراء اليوم. يعني بالفعل منذ الصباح الباكر وحتى يعني مساء اليوم كان هناك نشاط مكثف لرئيس مجلس الوزراء من خلال الاجتماع الأسبوعي. يمكن الحاجة اللي هي بتهم المواطنين خلال الفترة الماضية هم كان طلباتهم بالنسبة لي مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية هذا العام. بالفعل مجلس الوزراء استجاب للمواطنين، لأن المجلس يعني بيعمل لخدمة وتيسير الخدمات بالنسبة للمواطنين، حتى أن هناك عدد من الجمعيات الأهلية طالبوا بعملية المد حتى يستطيعوا طبعا التيسير على المواطنين، أن هم يعني بيقدموا أو بيسروا بالنسبة للمواطنين في عملية الرسوم. الأمر الآخر، يمكن الدولة المصرية حققت نجاحات متعددة خلال الفترة الماضية، من ضمن هذه النجاحات غدا الخميس إن شاء الله يعني شركة المقاولين العرب هتتسلم جائزة أفضل شركة مقاولات في أوغندا، وده بيأكد يعني الشركات المصرية سواء بتشتغل خارج أو داخل مصر هي بتحقق نجاحات، وهذا النجاح طبعا له مردود إيجابي على المواطنين وعلى الدولة المصرية وعلى النجاحات كل هذه الشركات، بالإضافة لشركات القطاع الخاص يعني لها مردود إيجابي وهناك فرص عمل بالنسبة للقارة الأفريقية. الأمر الآخر، المشروع الثاني اللي هو فاز طبعا بجائزة معهد الطاقة البريطاني هو مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، وده طبعا احنا عارفين الدولة المصرية مهتمة جدا بالطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا الأمر طبعا يعني مهم جدا خلال هذه الفترة، وده بيأكد ان الدولة المصرية والقيادة السياسية بتدعم كل هذه المشروعات. ولكن يمكن لو تحدثنا أستاذ فوزي للسادة المشاهدين على موضوع أزمة كورونا وعلى مستوى العالم، الدولة المصرية بتتعاقد حاليا مع التحالف الدولي على أو التحالف العالمي على حوالي 20 مليون لقاح لإنفلونزا لفيروس كورونا. طبعا الدولة المصرية بتشتغل لصالح المواطنين، بتعمل على يعني صحة وسلامة المواطنين، ولكن علينا نحن كمواطنين عملية التباعد مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولوحظ خلال الأيام الماضية ارتفاع تصاعدي في يعني زيادة الإصابات، ويمكن الرقم اللي هو هتعلنه وزارة الصحة مساء اليوم بالنسبة لعدد الإصابات قد يتجاوز ال 400 حالة، وخاصة هناك أعداد إصابات يعني متصاعدة في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة. الأمر الآخر، يمكن حضرتك أشرت موضوع مهام وهو اجتماع هام، هو مبادرة حياة كريمة. احنا عارفين منذ 2016 أو 2015 وحتى 2020 الدولة المصرية قامت بهذه المبادرة، وهو يعني تم استهداف لا يقل عن 208 قرية من القرى اللي هي الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، والدولة المصرية بتقدم كل الدعم والمساندة بالنسبة لموضوع الصرف الصحي للمدارس، عملية البنية التحتية. كذلك كانت هناك إشادة كبيرة من رئيس مجلس الوزراء والاجتماع الأسبوعي للزيارة الأخيرة التي قام بها السيد الرئيس إلى دولة جنوب السودان، وبالفعل هناك مشروعات
يعني بيتم تنفيذها من خلال الدولة المصرية. إذا كنا بنتحدث عن الزراعة عن الري، هناك مساندة قوية من الدولة المصرية ليست لجنوب السودان فقط ولكن بالنسبة للقارة الأفريقية، بالإضافة طبعا متابعة كل المشروعات اللي بيتم يعني تنفيذها على مدار الساعة. هناك توقيع بروتوكول بالنسبة للبنية التحتية وتوصيل يعني البنية التحتية والغاز الطبيعي في عدد طبعا 4 مناطق صناعية في قنا وصهيج. ده بيأكد اهتمام الدولة المصرية والحكومة المصرية بالتنمية في الصعيد. هذه التنمية طبعا بتوفر فرص عمل، بتوفر يعني مناطق صناعية يعني بالإضافة للمنتج المحلي، وهو ما تقوم عليه الدولة المصرية خلال هذه الفترة تشجيع المنتج المحلي. أنا بشكرك جدا الأستاذ حسن أبو خزيم محرر شؤون مجلس الوزراء في روز اليوسف، شكرا جزيلا. عندنا كمان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، ونقل المركز عن هيئة الدواء المصرية تأكيدها أن مخزونها الاستراتيجي من جميع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة آمن ومطمئن تماما حتى يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية. وأشار إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية حرصا من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية. دعت وزارة الخارجية المصريين في الخارج الذين سبق لهم التسجيل إلى الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة لطبع وملء بطاقة الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. ومن المقرر أن تقام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان بالنسبة للمصريين في الخارج في الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري، وذلك على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة. كما دعت الخارجية المصريين بالخارج إلى التأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر لاستئناف السياحة الفنلندية إلى المقاصد السياحية في مصر. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من وزير الخارجية الفنلندي بيكا كافاتسو، حيث تم تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين فضلا عن التطورات الإقليمية الحالية. وذكر أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول مجمل ملفات المنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك مستجدات ملف سد النهضة. قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية بتبلغ قيمتها 100 مليون دولار، موضحة أنه يتم استخدام المقابل المحلي بسعر الصرف وقت بدء المرحلة الثالثة من الاتفاق لتمويل مشروعات تنموية في مجالات الأمن الغذائي والمجتمع المدني والتعليم والتعليم العالي والزراعة والبيئة والحفاظ على التراث الحضري. طيب ده كان استعراض لمجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام. أولى حوارات من القاهرة بنتكلم فيه مع حضراتكم بعد قليل عن تطبيق قرار السيد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي. بنتكلم فيه عن القرار اللي تم تطبيقه من بداية ديسمبر الحالي فيما يتعلق بغلق المحال التجارية، يعني أهمية هذا القرار من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية، من ناحية وجودنا على مستوى العالم فيما يتعلق بمثل هذه المواعيد. هيكون معنا في هذا الحوار بعد قليل الدكتور إبراهيم عبدالله أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. ابقوا معنا.